10 معلومات عن الأكل ما سمعتش عنهم قبل كده والخمسة هتصدمك. أنت عارف إن في دراسة بتقول إن شرب كوبايتين الكاكاو يومياً هيحميك من تدهور الذاكرة؟ يمكن تتفاجئ لما تعرف إن قطعة من البروكلي بتحتوي على بروتين أكتر من اللي موجود في شريحة لحمة. إذا كنت تعاني من انخفاض في الطاقة خلال فترة ما بعد الظهر، فكر في تناول تفاحة بدل من فنجان القهوة وهتشوف هتمدك بالطاقة إزاي. عارف الوجبات اللي بيتم تقديمها في الطيارة ليه بيكون طعمها عادي؟ لأن حاسة الشم والتذوق بتقل بمعدل 30% بسبب الارتفاع. ناس كتير ما بتحبش الطبيخ أو الخضار لكن بتحب البامية. ممكن السبب ده يكون إن البامية أصلاً مش خضار زي ما احنا فاكرين. البامية علمياً بتنتمي لعيلة الفواكه. مش بس كده، كمان البتنجان الرومي طلع من فصيلة الفواكه، تحديداً من فصيلة التوت، يعني تقدر تقول كده ولاد عم. من الحقائق اللي ممكن نكون عارفينها ومش غريبة قوي إن الكافيين بيعتبر هو المشروب الأكثر استخداماً في العالم. النسخة الأولى من كوكاكولا تم اختراعها عام 1885 بواسطة صيدلي كانت تستخدم كبديل للمورفين. الخس كان أول طعام يأكله رواد الفضاء تم زراعته في الفضاء في أغسطس سنة 2015. دراسة أجريت في الصين سنة 2015 بتقول إن الأشخاص اللي بيتناولوا الأطعمة الغذائية بالتوابل بيعيشوا لفترة أطول.